أديكور إيكوديف وإيديه نظمت حفلاً بالعاصمة نواكشوط لإطلاق المشاريع الممولة من طرف الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود في موريتانيا، وذلك بعد تقديم هذه المنظمات الثلاث برامج ناجحة أوجدت حلولاً مغايرة تميزت بالمصداقية في شأن استهدافها للجهات الفاعلة الرئيسية المنتمية للفئات الهشة حسب ما جاء في مداخلة بعض المشاركين. أيها الضيوف الكرام، أيها السادة والسيدات، إنه لمن دواعي خطتي أن أشارك معكم إلى جانب ممثل الدولة الموريتانية وممثل البلدان والمنظمات الشريكة في حفل انطلاق مشاريع المنظمات غير الحكومية أديكور، إيكوديف وإيدي في حفل إطلاق مشاريع المنظمات في الممولة من طرف الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود. لقد قدمت هذه المنظمات الثلاث برامج اعتبرتها آلية الدعم القطري ناشئة وضعت في صميم اهتمامها حلولا بديلة واعدة وذات مصداقية تستهدف جهات فاعلة رئيسية لا سيما الشابات والشبان المنحدرين من مجتمعات هشة. العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ القزواني بمحاربة ظاهرة الإرهابي والقلوي والتطرف العنيف، حيث أكد في العديد من المناسبات الهامة على ضرورة محاربة هذه الظاهرة الضارة الدخيلة على القيم الفاضلة لمجتمعنا ومثله الإسلامي العليا، وخاصة فيما يتعلق بالمقارعة بالفكر عبر الانفتاح والحوار بين العلماء والأئمة من جهة والأفراد والجماعات التي تحمل الفكر المنحرفة الهدامة من جهة أخرى. هذا وقد سلط بعض المشاركين في الاحتفال الضوء على ما يتم بذله من جهود من قبل الجهات الرسمية في شأن محاربة الغلو والتطرف، في تأكيد تام على ضرورة محاربة هذه الظواهر وتطبيق ذلك على أرض الواقع. يستهدف المشروع الفئات الأكثر هشاشة في البلاد سعيا لمساندتهم ودعمهم، وخاصة في مناطق الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وجيجماخا، ويبلغ سقف تمويل المشروع 3 ملايين دولار، وينفذ المشروع من طرف 3 منظمات غير حكومية إضافة لمشاركة منظمتين إضافيتين مستفيدتين من دعم القدرات.